أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة النهار العربي ومقال للكاتبة جورج عيسى تحت عنوان هل أطلق غزو العراق توسع إيران في المنطقة؟ فخلال العقدين اللذين عقبا اجتياح الولايات المتحدة للعراق، قد يكون التقرير الذي أصدرته الكلية الحربية للجيش الأمريكي عن مسار الحرب بين 2003 و2011 أبرز إضاءة على الإخفاقات التي واجهت القوات الأمريكية في تلك الفترة. التقرير الذي صدر سنة 2019 تضمن حكما قاسيا على المجهود الحربي الأمريكي. تبدو إيران المتجرئة والتوسعية هي المنتصر الوحيد في حرب العراق. أتى ذلك على الرغم من تكبد واشنطن نحو 4600 قتيل في صفوف قواتها العسكرية، وما يقرب من تريليوني دولار على مستوى الخسائر الاقتصادية. استطاعت إيران الاستفادة من نظام الفساد والمحاصصة لتعزز سيطرتها أكثر على العراق. نتابع. قد استغلت إيران أيضاً وخصوصاً المجالات الثقافية والدينية من أجل تعزيز ترسخها في الفضاء العراقي العام. يظهر تقرير حديث لصحيفة نيويورك تايمز كيف أن الشركات الإيرانية استثمرت في بناء الفنادق والمطاعم في العراق لاستضافة ملايين الحجاج الإيرانيين. وكتبت أيضاً عن تدفق مهندسي البناء والمستثمرين السياسيين والإعلاميين الإيرانيين إلى العراق، كما كانت إيران أول دولة تؤسس سفارة لها في بغداد بعد سقوط النظام. لقد كان الغزو الخطيئة الأصلية بحسب الزميل البارز في أمن الشرق الأوسط التابع للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إيميل حكيم. ويضيف لنفس الصحيفة لقد ساعد الغزو إيران على تعزيز مكانتها من خلال كونها مفترساً في العراق. إنه المكان الذي أتقنت فيه استخدام العنف والميليشيات للحصول على أهدافها. لقد تسبب بتآكل صورة الولايات المتحدة. لقد أدى إلى تشظي المنطقة. ونقرأ مقالاً تحت عنوان من العراق إلى إيران، خداع النفس الأمريكي للكاتب رفيق خوري في صحيفة الاندبندنت. يقول فيه هل حدث أي تحول في سياسة المشروع النووي الإيراني؟ هذا من الأسئلة التي جرى طرحها بعد الاتفاق السعودي الإيراني برعاية الصين وضمانها، ومهما يكن فإن أمريكا تأخرت كثيراً في إدراك الأخطاء التي ارتكبتها في الشرق الأوسط. تأخرت في رؤية الأخطار التي يشكلها المشروع الإيراني في المنطقة. تأخرت في تقدير ما سيقود إليه في فلسطين وداخل إسرائيل والإقليم اليوم. يعترف مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز بأننا كنا في أحيان متقاربة جدا نعتقد أن بإمكاننا تغيير منطقة في العالم من دون أن نفهمها جيدا دائما. نتابع. يروي السفير الفرنسي موريس غوردو مونتاني في مذكراته تحت عنوان الآخرون لا يفكرون مثلنا، إن الرئيس جاك شيراك حذر بوش الابن في قمة في براغ عام 2002، وكان مونتاني حاضرا، من غزو العراق، وقال له الحرب ستضرب الاستقرار في المنطقة وتؤدي إلى تسلم الشيعة المقربين من إيران الحكم في بغداد، وتقوي نفوذ إيران في سوريا ولبنان عبر حزب الله، وهذه الحرب لن تكون شرعية وستحدث انقساما داخل الأسرة الدولية، وستفقد الغرب مصداقيته، وستكون مصدر الفوضى التي ستنبثق منها موجة إرهاب ستصعب السيطرة عليها. وما حدث كان أخطر مما توقعه شيراك، واللعبة مستمرة. من تهور بوش الابن إلى حسابات أوباما الباردة، بوش فتح العراق أمام الملالي، وأوباما أعطى الملالي كل ما يريدون مقابل اتفاق نووي لم ولن يمنع طهران من تخصيب اليورانيوم سراً لصنع قنبلة.
ترامب حاول أن يكون عكس أوباما وخرج عن الاتفاق، لكنه لم يفعل شيئا مهما. نشرت صحيفة غارديان مقالا للصحفي جوناثان ستيل تحدث فيه عن الصدف المفيدة في أن تحل الذكرى العشرون للحرب غير الشرعية التي قادها جورج بوش الابن وتوني بلير على العراق بعد أسابيع قليلة من الذكرى السنوية لهجوم فلاديمير بوتين غير الشرعي على أوكرانيا، وهما حربان لم تصدر الأمم المتحدة قرارا لتشريعهما، وكلاهما يتميز بالدمار الهائل والخسائر الفادحة في الأرواح. فقد أودى غزو بوش وبلير للعراق واحتلاله وعواقبه الفوضوية بحياة أكثر من 1,000,000 مدني عراقي بحسب أحد الأبحاث، وارتكبت القوات الأمريكية جرائم حرب لا حصر لها، ليس أقلها تعذيب الجنود الأسرى في معتقل أبو غريب القريب من بغداد. وأثار الغزو مقاومة واسعة النطاق، لكن التكتيكات الأمريكية لمكافحة التمرد تضمنت غارات على القرى أدت إلى مذابح للمدنيين العزل. نتابع. إن رد فعل العالم تجاه حرب بوش وبلير كان الرفض، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء ضدهما تقريبا، ولم تكن هناك عقوبات تفرضها دولة على الولايات المتحدة أو بريطانيا، ولم يقدم أي محقق في المحكمة الجنائية الدولية أدلة لدعم الملاحقات القضائية على جرائم الحرب، فيما طالب عدد قليل من الأفراد وبعض منظمات حقوق الإنسان بإدانة بلير بتهمة ارتكاب جريمة العدوان. لكن لم تتقدم أي حكومة للأمم المتحدة بقرار لفتح قضية جنائية ضدهم، وما علينا الآن إلا أن ننظر بعمق في رد الفعل المختلف للغاية على حرب فلاديمير بوتين غير الشرعية على أوكرانيا. ويعلق الكاتب على التناقض في رد الفعل العالمي على الحربين، وأن ذلك يعلمنا الكثير ويوضح الفرق بين نفوذ روسيا الدولي الهزيل ونفوذ الولايات المتحدة. إنه أمر مهين بالنسبة لبوتين الذي يريد أن ينظر إلى بلاده كقوة عظمى، ولكن في الواقع بخلاف امتلاك ترسانة نووية ضخمة، فإن روسيا لديها القليل من النفوذ العالمي وعدد قليل من الأصدقاء الأجانب. من الميثاق الوطني مقال للكاتب أحمد صبري تحت عنوان رؤية لمشهد العراق بعد 20 عاما على احتلاله، للكاتب أحمد صبري. من المناسب ونحن نستعيد ذكريات ومجريات الحرب على العراق بعد مرور 20 عاما على وقوعها، فإننا نتوقف عند نتائج الغزو الأمريكي للعراق وأسبابه، وماذا حقق أو حقق للعراقيين بعد هذه السنين، وعملية الخداع وتضليل الرأي العام التي استخدمتها الإدارتان الأمريكية والبريطانية بأن العراق يمتلك أسلحة دمار محظورة ويهدد السلم والأمن الدولي. ويضيف الكاتب أن الإجابة على ذلك تكمن بتصدر العراق قائمة الدول الفاشلة التي ينخر جسدها الفساد والطائفية، ما وضع العراق على طريق الفوضى، ولم يحقق الاحتلال للعراقيين ما روج له من أمن واستقرار. نتابع. تدور الأيام وتنكشف الحقائق ومزاعم الكذب والتضليل التي ساقتها إدارة بوش الابن لتبرير عدوانها على العراق، لتؤكد أن العراق بعد احتلاله عام 2003 جالت في مدنه فرق المفتشين والمخابرات الأمريكية التي لم تعثر على تلك الأسلحة المزعومة التي كانت تبحث عنها، وتوهم العالم أن العراق يمتلكها. فعندما يصف البرادع حرب العراق عام 2003 بالعدوان والعار والمفارقة التي كانت تحكمه بالقول شهدنا عدوانا حيث لم يكن هناك تهديد محدق من العراق، وتكاسلا وترددا حيث ظهر خطر حقيقي في كوريا الشمالية، وجمودا طال أمده في حالة إيران. نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالاً للصحفي روبرت دريبر قال فيه إنه قبل شهر من إرسال الرئيس جورج دبليو بوش القوات الأمريكية إلى العراق، فقد حذر وزير الدفاع دونالد رامسفيلد من أن الحرب قد تكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات. وأشار التقرير إلى أن رد رامسفيلد على الجنرال الأمريكي المتقاعد جي غارنر
المكلف بإشراف على إعادة إعمار العراق بعد الحرب شكل لحظة من المغالاة في الغطرسة من لحظات مماثلة كثيرة خلال مغامرة فاشلة في السياسة الخارجية. وقال الجنرال المتقاعد غريغوري نيبولد للصحيفة: أعتقد أن فقدان الثقة والرفض لثقافة واشنطن بعد العراق فتحت الفرصة أمام الدخلاء أن يطرحوا رأيهم. لقد كان ترامب هو الدخيل المثالية. لم يقتصر الأمر على عدم امتلاك ترامب الخبرة فحسب، بل رفض التجربة باعتبارها غير مهمة. نتابع. بعد 20 عاما من غزو العراق، فإنه ينظر إلى الحرب على نطاق واسع في مراكز القوة في واشنطن على أنها درس في صنع السياسات الفاشلة. وأنفقت الولايات المتحدة ما يقدر بنحو تريليوني دولار في العراق على مدى عقدين من الزمن، وهو ثمن بالكاد يبدأ في التعبير عن الخسائر التي لحقت بكلا البلدين. ورأى التقرير أن تداعيات الإخفاقات في غزو العراق شكلت جيلاً من السياسيين وصناع القرار، وأضرت الحرب بشدة بسمعة وكالات المخابرات، وزادت من شكوك القادة العسكريين. لقد مكن السياسيين المستعدين لتسخير هذه الشكوك من نانسي بيلوسي التي انتخبت لأول مرة رئيسة لمجلس النواب في موجة من المشاعر المناهضة للحرب في عام 2007، إلى دونالد ترامب الذي ندد في عام 2015 بالحرب باعتبارها ضرراً هائلاً للإنسانية. لكن أعظم إرث من حرب العراق هو الرغبة في عدم تكرار ذلك مرة أخرى، هناك أو في أي مكان آخر بعد عقدين من الزمن. هناك نفور متزايد من التدخل في الخارج، ليس فقط بين الديمقراطيين ولكن أيضاً بين الجمهوريين. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. ولا نبقى مع الوجه الآخر لحرية التعبير. أدى آلاف الفلسطينيين الجمعة صلاة التراويح في المسجد الأقصى وسط مدينة القدس، وذلك عشية أول أيام شهر رمضان المبارك. وأفاد مراسل الأنظار أن الآلاف الفلسطينيين أدوا صلاة التراويح داخل باحات المسجد الأقصى. وشهدت مدينة القدس وإنحاؤها تزامنا مع صلاة التراويح تواجدا مكثفا للشرطة الإسرائيلية. وإلى المملكة المتحدة، إذ أدت رياح عاتية في حوض جاف في ميناء أدنبرا بإسكتلندا إلى جنوح سفينة بشكل جزئي الأربعاء، ما أسفر عن إصابة نحو 30 شخصا
تم نقل 21 منهم إلى المستشفى بحسب السلطات التي تحدثت عن حادث كبير. وقال مستشار البلدية آدم ماكفي إن خدمات الطوارئ استجابت لحادث كبير وقع في ليثدوكس، أزاحت الرياح العاتية السفينة عن قاعدتها ولم تكشف السلطات أي تفاصيل عن هوية المصابين. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. يلقب بقاتل الدبابات، أطلق عليه عناصر حزب الله بمرتكب مجزرة دبابات الميركافا استعملته المقاومة الفلسطينية وألحقت بفضله خسائر كبرى بجيش الاحتلال. ما الذي تعرفونه عن صاروخ كورنيت الروسي التي تلوح به موسكو في وجه حلف الدبابات القادم للميدان؟ دبابات بالجملة في طريقها لأوكرانيا في ظل تعهد الدول الغربية بمد كييف مدرعات متطورة من نوع أبرامز الأمريكية ونظيرتها تشالنجر البريطانية وليوبارد 2 الألمانية التي تتمتع بقدرات مميزة، ما يعني أن سرباً من الدبابات قادم لأوكرانيا لقلب موازين الحرب المشتعلة مع روسيا. وفي المقابل لموسكو سلاح يدعى بقاتل الدبابات أثبت نجاعته في أكثر من حرب ومعركة، وهو الكورنيت الروسي. فوفق شركة روسية متخصصة في تصدير الأسلحة والمعدات الحربية، فإن منظومة الكورنيت تتضمن احتمالية إصابة الهدف بنسبة لا تقل عن 97.99%، وهو صاروخ مضاد للدروع روسي الصنع موجه ومصوب بأشعة الليزر. يعمل السلاح بشكل نصف أوتوماتيكي بحيث يصوب الرامي الصاروخ نحو الهدف ويوجه علامة تصويب الصاروخ حتى الإصابة، ويمكن إطلاقه من خلال منصة تثبت على الأرض أو الكتف مباشرة أو عبر مدرعة. يصل مدى صاروخ قاتل الدبابات إلى 10 كيلومترات ويتمتع بحماية عالية من التشويش، وله رؤوس مزدوجة جوفاء قادرة على اختراق الدروع حتى 1300 ملم. ويمكن تجهيز رأس الصاروخ بحشوة شديدة الانفجار قادرة على تدمير الدبابات والمدرعات والمدافع الذاتية الحركة والطائرات والمروحيات المحلقة على ارتفاع منخفض، وكذلك المسيرات من مختلف الأنواع. في حال نصبها على مدرعة قتالية يمكن توجيه 4 منظومات إلى هدفين في آن واحد. ساهم استعمال منظومة الكورنيت في كل من لبنان وفلسطين وسوريا في شهرتها، إذ برزت لأول مرة بشكل فعال خلال حرب يوليو تموز 2006 بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، بعد أن استعمله عناصر الحزب في إلحاق خسائر بالجملة بدبابات الميركافا الإسرائيلية، وهي الدبابات التي يصفها الاحتلال بالدبابة التي لا تقهر. وفي غزة ظهرت منظومة الكورنيت في أكثر من مرة واستعملتها المقاومة الفلسطينية مسببة خسائر ضخمة في صفوف وقوات الاحتلال. فهل يقلب الكورنيت الروسي حسابات أوكرانيا والناتو في جبهات القتال؟ بهذا الفيديو نختم جولتنا في الصحف، إلى اللقاء.